نسيت ديالك حسن الشرف، لأنه انطلاقا لهذه التضحية من المدينة العزيزة اللي غير شادة الرحلة اللي هذا الشيخ غادي يدوز قادم لحدا واحد المدة ديال 4 سنوات، المدة الانتدابية غتسالي، كل واحد فينا غيكون في بلاصة، ما فيها باس نذكرو كيفاش جات هذه الاتفاقية، ما فيها باس لأنه نوصفوا الناس اللي كانوا وراء هذه الاتفاقية. الاتفاقية غادي نوقعوا اليوم ماشي اتفاقية سهلة، فهي بمبلغ جد مهم اللي هو 3 مليار ديال الدرهم، واللي هو تقريبا الربع ديال البرنامج التنمية الجهوي، البدائل كامل كيتقاد عليها قبيلة 12 مليار، الربع ديال 3 مليار هو مخصص لهذه الظروف. هذه الاتفاقية عرفت واحد المجموعة ديال المراحل قبل ما نوقعوا لوصول الاتفاق النهائي التوقيع ديالها. في بداية الانتداب مجرد حملنا المسؤولية ديال الجهة، كان أول اتصال مع السيد العامل، هو قال لي الله يخليك ديك الاتفاقية اللي كانت ديال جهة وكالة عبدة خصنا نعاودو نحيلوها. اتفاقية وكالة عبدة كان فيها 2 طرق، كان الطريق الساحلية الطريق ديال زولا. السيد العامل غادي نديرو الجهود ديالنا باش نتفقوا عليها، ولكن راه كاين أولوية بالنسبة للمجلس وبالنسبة ليا كرئيس، هو ضرورة خصها تكون دوبل هو أس في مراكش، ومراكش القلعة. قال لي يا سيدي أنا متفق معاك، ما ديري حتى شي طريق، ما ديرو والو، غير يكون أس في مراكش راه هي أولوية الأولويات. فهذه شهادة التاريخ، السيد العامل كان من الناس الأولين اللي مورا هذه الاتفاقية وكيتأكد عليها. جاءت الصدف، نذكر شوية بالتاريخ السيد الوزير المختار، باش نحطو باش نلقى هذه شهادة، لأن هو هذه الاتفاقية جد جد مهمة، مبلغ جد مهم. كان الوالد الله يرحمه كيقول لي شكون بلا شحال، كيقول لي وليدي كثير هذا الشيء ما يجمع غير الفم، هذه راه 300 مليار مبلغ مهم، ما يجمع غير الفم هذا الكلام، وبالتالي ماشي سهلة هذا المبلغ وهذه الميزانية وهذه الاتفاقية اللي غادي ندو، أصبحت نموذجية على أنه حتى الجهات الأخرى. السيد الوزير اللي جا عند شي واحد يقول له نديرو بحال اتفاقية جات مراكش، ما نبقاوش نعطو غير في نفرقوا هاد المباني. وبالتالي قلت لكم بالتذكير كان لقاء شأن الصدف انه تلاقينا مع السيد الوزير في الحوز، كاين السيد العام ديال اسفي، وعلى الهامش ديالو قلنا له خصنا ديك الاتفاقية ندو، قال لكم نديرو اجتماع. فقمنا باجتماع كان السيد العام ديال اسفي والسيد العام ديال يوسفية والسيد مدير الطرق اللي معنا في هاد القاعة فينا هو مشكور هذا هو المجهود اللي بدل، ودرنا اجتماع في البداية ديال مراكش من اجل الاتفاق. الناس ديال تجهيز كاين سيد مدير ماشي سياسي اللي قلب بعد حل معنا السيد وزير المشكل، عنده داك الشيء في دماغه مقاد، بالنسبة ليه هاد الطرق اس في مراكش ما داخلاش، اس في القلعة ما داخلاش. وكان نقاش شوية حاد، كان نقاش ماشي سهل، فكنت قلت له انا في الاخير، وكان سيد الوالي والسادات هما بجوج، والعمل ديال القلعة، سيد العمل القلعة كذلك دافع على انه ضروري القلعة مراكش، وعطى لي زارغيومو لي كاينين، عطى الاحصائيات بان القلعة مراكش. خصكم تعرفوا ان عدد السيارات اللي كبروا بين اول الهدى في المغرب هي الدار البيضاء الرباط، كيجي موراها مباشرة مراكش كنظن القلعة، عدد الفيوكي اللي كيدوز في سميتو فهو مهم. ما وصلناش الحل، وصلنا الباب مسدود، قلنا كل واحد هذه الطرق ديالكم، قلت لسيد المدير هذه الطرق ديالكم، وهذو وصلنا فين، حنا ما داخلينش، ما يمكنش الجهة تعطي مبلغ ديال النصف ديال المليار ونص ديال الدرهم، 1.5، وانتم غاتنوض ديروا الطرق اللي بغيتو. ما وصلنا الباب مسدود، هو كان فهم التصور ديالو، وحاول يقنعنا، وكان ذكر واحد الكلمة بدا بها، ما عرفتش فين هو سيد المدير. قال لي واخا ما تتفقوش معايا في الاول غير صبروا، ولكن في الاخير غادي تتفقوا، ولكن ما تتفقناش، وصلنا للباب المسدود. كل واحد بقى في البوزيسيون ديالو، هذا بالنسبه لي حكى الجهه الاولويه في مراكش، القلعه مراكش ماشي شوا الطرق الاخرى. فحتى كملنا السيد الوزير، وحتى السيد الوزير ما وصل في الاول بقى، فدخلوا جوج البرلمانيين مشكورين اللي كانوا مشكورين بالمناسبه، السي هشام سعلان الدكتور محمد الكريم، داروا الوساطه، وعقدنا اجتماع اخر مع السيد الوزير، فتم الاتفاق وتم التفاهم، الحمد لله وصلنا للاتفاق على انه هذه الاتفاقيه اللي وصلنا لها اللي هي 3 مليار و3 مليار. وفات الصباح انا خارج من لوطي، والسيد المدير الطرق داخل،
قال لي والحمد لله يسر وغنطلقوها من اسفي، والحمد لله يسر الله وغنطلقوها من اسفي. وهذه المناسبه كان بغيت نشكر كل الناس اللي داروا معنا مجهود باش خرجنا هذه الاتفاقيه، سيد على قسم سيد الوزير وخاصه السيد العامل الاسفي والساده البرلمانيين اللي دعمونا في هذه الاتفاقيه. هي بمبلغ من اللي غادي 3 مليار درهم، بقينا في الاخير على المبلغ لان جميع الطرق المصنفه الوزاره كتدخل مع الجهات نصف نصف. فالوزاره قالت لنا ما عندناش هذا المبلغ ديال المليار، قلنا ما كاين بس حنا نتحملوا غير تكون الطريق ديال اسيو مراكش كاينه واسيو مراكش القلعه كاينه، وبالتالي هما كاينين وحنا غادي نعطوا مليار و600 والوزاره تعطينا مليار و400 وتم اتفاق على الطرق. وشكرا للجميع وشكرا للسيد الوزير. الطرق فيهم نص غادي يديروا مليار و400 غادي يديروا الوزاره ومليار و600 غادي يديروا من جهه اللي كيهم فيما يخص يهم جميع اقاليم الجهه واللي كيهم اقليم اسفي، هي الطريق من شمال الوالديه حتى الصويره الطريق الساحليه كلها فيها دوبل هوا ديال مراكش اسفي وفيها دوبل هوا ديال اسفي كزوله. هادو هما اللي كيهم اهم الطرق. كاين الطرق اللي غاديرهم وزاره التجهيز وكاين الطرق اللي غاديرهم الجهه، ولكن حنا واخا غاديرهم الجهه اللي غيتكلف بهذه العمليه من الاول للاخر هي وزاره ديال التجهيز في الدراسات وفي التتبع في الطريق اللي غادي يكونوا غير واجب مواكبين ديال الاداء. ما ننساش نشكر السيد مدير الطرق على المجهود اللي بدا معنا، طبيعي يكون نقاش كل واحد يدافع على الوزن ولكن وصلنا للظل، وكذلك معنا السيد الكاتب العام طلب من السيد الوزير بلغوا تحيه من اقليم اسفي وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.